إذن مشاهدي متشبع قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من وسط مدينة الدار البيضاء. كتشاهدوا معنا في هذا الأثناء واحد السيارة ديال الأجرة اللي صدمات بواحد النخلة وتخلى عليها السائق ديالها، كتصنفر رجال الأمن الوطني كتشوفوا. هي شفتي في اخويا سفر كبير ديال رجال الامن الوطني في هاد الطريق ازمو رابطه بين مدينه الدار البيضاء و طماريس. سياره ديال اجره مجهوله تخلاو عليها او تخلى عليها اجي اخويا تعطينا شي تصريح. اجي خويا اجي عندي بلاتي السيارة مبينو الرقم ديالها مش مبينوش الترقيم ديالها، ولكن إذا كان ممكن تقولنا خويا. نعم خويا خا تبان، باغي تبان ماشي مشكل. أنا شوف شوف أنا غادي نجيب الميكرو باش تهضر معايا رسميا. عم طبيعة الحال تحية كبيرة لهاد الناس اللي كيخدمو بعيونهم التي لا تنام. إذا كيف تابعتو معنا مشاهدينا الكرام واحد الصيغة مجهولة ديال الأجرة صدمات بواحد النخلة، حضور كبير ديال رجال الأمن الوطني كيف تابعتو، وغادي ناخدو تصريح من عند أحد السائقين ديال صيغة الأجرة اللي غادي يعطينا تفاصيل ديال هاد الحادثة، ولكن في مباشر آخر. يعني غادي ننهيو هذا المباشر ونلتقي في مباشر اخر. بقاو معنا مشاهدينا الكرام.